اليوم كما هو معروف 29 نوفمبر هو يوم معروف ومن يوم الايام الدوليه، هو اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وحنا في حركه التوحيد والاصلاح لا نترك فرصه تمر الا واكدنا وسجلنا موقفنا المساند والمتضامن مع اخواننا الفلسطينيين، يعني بدون قيد وبدون اي شرط. وهاد السنه هاد اليوم عنده واحد الطعم خاص كما قلت بعض المنابر الاخرى. هاد السنه هاد الوقت يتزامن مع بطوله مع كاس العالم المنظمه في قطر، واللي عطات واحد البرهان قاطع ودليل قاطع انه مهما طبعت الدول ومهما اختارت الانظمه ان الشعوب اختيارها واضح وباين. الشعوب هي مع القضيه الفلسطينيه، وكل شعوب العرب والمسلمين اليوم في قطر ترفع الشارات وترفع الاعلام الفلسطينيه وتعلن تضامنها مع اخواننا في فلسطين. ولذلك هذه السنه كما قلت الاحتفال عنده طعم ومذاق خاص. وحنا كما قلت في الحركه خرجنا مع اخواننا في المجموعه، مجموعه العمل اللي هي المنظمه والداعيه الى هذا اللقاء، خرجنا لنؤكد مره اخرى اننا مع اخواننا في فلسطين، مع قضيتنا الفلسطينيه التي لا نسميها بالمناسبه قضيه فلسطينيه، نحن نسميها قضيه الامه، نسميها القضيه الكبرى من لاننا نعتبرها قضيتنا كما هي قضيه الفلسطينيين، خصوصا وان الفلسطينيين ليسوا مسؤولين عما يجري حول الاقصى وعما يجري حول اولى القبلتين وثالث الحرمين. هم فقط امناء على هذا الامر، والا فالقدس قدسنا والبيت بيتنا جميعا، ونحن مطالبون بان ندود عليه ونحميه بالضبط كما يفعلون. ولو ان لو لم تكن هذه المسافه بيننا لكنا يوميا معهم في قلب الاقصى وفي قلب ساحته ندافع عنه ونتدافع مع الصهاينه من حوله. فهذا اليوم ياتي في هذا السياق، والحركه كما قلت هي خرجت لتعبر عن دعمها اللامشروط لإخواننا في فلسطين وللقضية الفلسطينية. وشكرا. اليوم نقف في هذه الوقفة الشعبية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني كنرسل رسائل ثلاث. أولا للشعب الفلسطيني أنه في يومه العالمي نحن كمغاربة مع حقوق المشروعة الثابتة وحقه في المقاومة وتحرير الأرض. ثانيا رسالة للعدو الصهيوني أنه لا يمكن مطلقا مهما تصور أنه قد استفرد بفلسطين أنه يمكن له أن يعتقد أنه قد تعبد في المنطقة وأنه لا يمكنه أن يزول. المقاومة الفلسطينية ومقاومة الشعوب تحقق المنجزات على الأقل في العشرين سنة الماضية. العدو الصهيوني الآن يتلنح تحت ضربات المقاومة وهو لا يمكن مطلقا أن يقبل به في المنطقة. الرسالة الثالثة على المستوى المحلي في المغرب أن هذه الهستيريا التطبيعية التي تم بها تمرير العدو الصهيوني إلى نسيج الدولة وإلى نسيج المجتمعي وإلى المؤسسة التشريعية عبر القوانين التطبيعية الخيانية لا يمكن مطلقا للشعب المغربي أن يقبل بها. أولا لأن هذه القوانين لا تمثل الخيار الديمقراطي للشعب المغربي. نحن نطرح سؤال، هل هذا البرلمان يمثل الشعب المغربي حقيقة؟ هل هذا البرلمان يعبر عن نبض الشارع؟ بل هل هذا البرلمان يعبر عن موقع وموقف ومسؤولية الدولة في شخص الملك الذي رأس لجنة القدس والتي هي مسؤولية عمومية رسمية للدولة؟ لا يمكن لهذا البرلمان ولحكومته ولأغلبيته أن يدعي أنه يعبر عن المغرب سواء الرسمي أو الشعبي. وبالتالي نحن نقول أن القوانين التي مرت أو التي تم تمريرها هي قوانين فاقدة للشرعية، فاقدة للحس الوطني، بل إنها قوانين خيانية تخدم العدو الصهيوني وتدمر الدولة وتدمر المجتمع. ثم رابعا أن يتم تمرير التطبيع تحت عنوان قضية الصحراء المغربية، هذا قتل وخيانة للصحراء قبل أن تكون إساءة لفلسطين. نحن لا نقبل كمجموعة عمل وكل مكونات المجموعة أن يتم تمرير التطبيع باسم الصحراء. هذا نسميه غسيل جريمة سياسية كما هو غسيل الأموال. لا يمكن لنا أن نقبل أن تكون القضية الوطنية الأولى الصحراء هي الممر، هي حصان طروادة لتمرير الصهيونية وخيانة الأمة وخيانة الوطن. قوانين صهيونية، قوانين صهيونية، قوانين صهيونية، قوانين صهيونية.